السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه البنات نقول لكم صحه فطوركم، تكوني ندير لكم مونتاج من ورا الفطور، اكيد في الفيديو راح توصلكم ورا الفطور. فاول حاجه نقول لكم صحه فطوركم، وقولوا لي واش كملتوا القاطو، خلصتوا، كملتوا، نقيتوا الدار، راكم تستراحوا ولا مازالكم تجريوا؟ صراحه نشوفوا من رمضان للعيد حنا ننسى الريحه واش خلاص. فالحمد لله اليوم جيت نصور لكم الاجواء عند اهل زوجي، اللي هي احلى اجواء بالنسبه ليا. شوفوا احلى احلى اجواء اللمه هذه كي نكونوا نوجدوا للعيد، كي نكونوا كامل كيف كيف. هنا اول حاجه كيما كنتو تشوفوا راهم يكسروا في البيض، باسكو باغي نديروا اللي هو البسكوت المصري، البسكويت المصري. فشوفوا هي لمه بسيطه لكن قيمتها كبيره كبيره كبيره. هنا سلفي قاعد بعد ما يحطوا البيض يحطوه في الخلاط يضربوه. هنا سلفي قالوا ماني نحط فيه عصير المانجا. يشبه العصير المانجا. المهم شوفوا يديروا كميه كبيره تاع البيضه ويديروا ثاني كميه كبيره، ومن بعد يوليو كيما قلت لكم الفيديو اللي فات يعطيو حق الجيران اللي قدامهم. هنا كامل كل واحد يعطي حق الجيران اللي قدامه وعليها يديروا كميه كبيره. هاد العاده تعجبني فيهم بزاف بزاف، عاده مليحه. واحلى حاجه تعجبني انه كامل في الدار يتعاونوا وكامل يوجدوا، يعني تلقاو تحسوا انه العائله مسماسكه، يحبوا يفرحوا في اجواء كيما هذه. كيما هذا البنات كنا كامل قاعدين، كاين اللي تصوروا وكاين اللي ما تصوروش. فحبيت نوريكم هذه الاجواء اللي كنا عايشينها، اجواء العائله وحنا نوجدوا في القاطو هذا المصري اللي هو البسكوت. ما يقري ما يديروش حاجه زعما فخمه فخمه، مي هذيك الحاجه الفخمه واش تسوى قدام اللمه هذه وقدام الاجواء هذه. هنا كنت انا خلط كسروا البيض ومن بعد زادوا له السكر الفاني وديروا تقريبا، درت عجوزتي كان عندها البيض هذا الصغير، درت واقيلا 50 بيضه ولا، وحطت فيها سكر واقيلا واحد زوج كيلو سكر ولا، وثاني دارت الفاني. المهم ما صورتش يعني الطريقه بالتفصيل لانه كميه كبيره، يعني كون ديروها تقدروا توكلوا الشارع تاعكم كامل. انا بالنسبه لي البنات الحمد لله كملت، مازالت لي غير المقروط والبقلاوه باذن الله اليوم نكملهم ونريح خلاص. اباكم هذه هي اللي نخلي الفتره الاخرى نبدا نخدم ومن بعد نحصل. الحمد لله انا عندي يعني اخت زوجي اللي تجي تعاوني، يعني جيت تعاوني شويه الحمد لله. المهم البنات ما تنساوش تحطوا لي لايك على الفيديو، وثاني ابوني للقناه. اللي ماشي مابوني نقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، راح تعيشوا معنا اجواء اليوم اللي هي اجواء تحضيرات العيد ان شاء الله عند عجوزتي. وثاني نوريكم بالنسبه للحوايج تاع العيد اللي كنت كملتهم لولادي الحمد لله، واخيرا اخيرا كملت لهم حوايجهم وفرحت بهم. هنا البنات بعد ما كنا حطينا البيض والسكر والفاني ولاو زادوا واسمو سمن ذوبوها، وزادوا ثاني بالنسبه لها هذه هي السمنه، وزادوا ثاني الحليب. ما مقدرتش نعطيكم المقادير باسكو مقادير كبيره، اسما نعطيكم مقادير راح ديروها كبيره بزاف، فهمتوا عليها؟ ما سجلتش زعما المقادير هذا باش نعطيها لكم بالضبط. يجي كيما الحلوى تاعنا تاع اسمها حلوه اللمبوط تقريبا، هذيك هي اللي نجوزوا بها الحليب. ثاني يجي هايل تاع حليب، يعني تقدروا تجوزوا به التاي، هما يجوزوا به التاي، جوزوا به التاي الحليب. هنا بعد ما كملنا البنات جيت انا اللي نعجن. دوك هذه العام اللي فات كنت عجنت انايا، والعام هذا ثاني عجنت انايا، فما خليتش يعني بالنسبه للمره اللي فاتت كانت دارت الفايش هذاك هي اللي عجناته. هذه المره قلت لها اعطيني نعجن انا بس كنحس شويه العجينه ثقيله عليها. شوفوا هنا كانوا سلافي كامل قاعدين. وهنا حطت النشادر، حاجه يسموها النشادر، وثاني الفارينه، وحطت الخميره تاع الحلويات، هذو هما. وبدينا نعجنوا نلم في هذيك العجينه، شغل انا نلمو في الصابلي. وهنا جوري عند راسي واش نقولكم، ماما اعطيني جدا حط الفارينه، اعطيني جدا حط الفارينه، وانا نقولها بنتي روحي ويعطيني جدا نحط الفارينه، وقشنا ما بقاش فيه من الفارينه ذيك هي الطيره. شوفوا عجوزتي الجبه تاعها انا ما بقى فينا والو.
هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما عجناه ولينا دوكا نجيو نخدمو بهذه واش يسميوها نسيتها، ما يقولوا عليها مكانه والله غير نسيت اسمها. المهم انا كان سيلفي، هذا هو السيلفي اللي اكثر مني، ماشي شوفوا عندي راجلي هو الكبير ومن بعد سلفتي اللي هو اخت راجلي، ومن بعد عندي سيلفي اللي هي ذاك الخاطب، وعندي هذا اكثر مني بعامي. هذا واش نقول لكم، والله غير خويا يعني، ربي يحفظه ان شاء الله ما شاء الله، مي نحسو خويا عباكم جايحني، ما يخليش زعما حاجه في خاطرنا، دائما يتفكرنا، ربي يحفظه ان شاء الله. هنا صورت لكم مقطع فقط انا وهو، ومن بعد ولاو جاوا الاخرين وكملنا كامل كيف. انا كان سلفي الصغير اللي هو عبده وكان يدور له وهو يحط في الصينيه، ها شوفوا ورامي يديروا في الاشكال، ينوعوا في الاشكال منا ومنا، وكانت عجوزتي هي اللي تطيب، تما هي اللي تقعد قدام الفور وهي اللي تحب تطيب. شوفوا هنايا بعد ما كان طاب يعمروا هذا ويقولوا عليه السبت، يعمروهم كاملين، يجيهم واحد الزوج ولا من بعد ان شاء الله يوليو يوزعوا. شوفوا هذا يصلح للحليب، ما عندي، ديروا كاس حليب وتشربوا تغمسوا فيه، يجي ما شاء الله هايل هايل هايل. فنقولكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وصحة عيدكم مسبقا، اللي شوفوا الفيديو نقولكم صحة عيدكم وتعيدوا ان شاء الله بالصحة ولهنا. قش العيد، نشيلو وليدي قش العيد. ايه واش نشيلك سباطة؟ ايه نسيتي لا قش العيد داك، ها قش العيد وانت مشينا لكش. ايه دوك نشيلو لي بس في سباطة وانت نشيلك، واش نشيلك تريكو؟ ايه هاي دوك نشيلو وليدي نشيلي كل السباط هذاك كيما هذا الكوتشي، كيما هذا الكوتشي، كلمة جزائرية وكلمة مصرية. اولا هيا دنك فيا وهدر معايا، واش نشيلي وليدي؟ السيارة. سيارة حين نشوف قش العيد لا نشوف سيارة؟ ها ما تسليليش شي بس بصح اسليلي سيارة، ها كما تلكل تيازة، ها كما السيارة ها. حاضر وليدي كما هذا هاد ما شاء الله. المهم للبنات احنا لبسو باش نروح نكمل نكسي عمر، نشيل الحوايج اللي ناقصينو. هذا ما كان المهم، الحمد لله رحت كملت الحوايج تاع عمر، مازالوا غير البيجامات، هذا ما كان ما شريتهمش، مذكر عليا الحل وكنت باغي نجي باش نكمل الكاطو، يعني راني في هذه الحاله، فجبت له غير اللي خاصو البيجامات، قلت حتى بعد غدوه ولا نخرج باذن الله نجيبهم، ساهلين يعني البيجامات ماشي كيما حوايج اخرين. راح بيت نوريكم اللبسه تاع جوري وعمر واش شريت لهم. نبداو بعمر، اول حاجه شوفوا عمر جبت له هذه، شوفوا احنا الجو تاعنا هنا سخون اصلا ماشي كيما الجزائر، الجزائر البرد. كاين اللي قالوا لي في لي فيديو اللي فات علاش ما شريتيش من الجزائر ومن بعد روحتي، واش نشري البنات نتوما عندكم الشتاء، انا خليت الشتاء البرد اصلا، كي كنت انا ثم كانوا بداو الناس يعني بدات الناس تكسي رواحها تكسي ولادها وهكذا، اغلبيه اللبسه اللي كنت تشوف فيها لبسه تاع الشتاء ما كانش لبسه تاع صيف، وحنا عندنا هنا الصيف عندنا سخانه، والاغلبيه كنت يعني بالنسبه لحوايج البنات كنت تشوف غير هذوك لي غوب المنفوشين هذوك تاع كيما هكا راح نفهمكم، ماليش هذوك المنفخين هكذا شويه ويجيو معاهم لي فيست، انا هذوك ما يعجبونيش وما همش تاع الجو هنا اصلا، فهمتوا على هاللي كانوا يقولوا لي علاش ما كسيتيهمش من ثم وروحتي يعني نتوما بالك شريتوا لولادكم حوايج تاع خريف، ولا احنا هنا تاع صيف.
فاول حاجه وكي صورت لي ستوري البنات اصلا في الانستغرام كنت مصوره شويه كي رحت خرجت نكسيرو كانوا يقولوا لي الحوايج عندهم يعني في مصر حوايج ملاح تاع اللبسه. فاول حاجه نوريكم بالنسبه لعمر شريت له هذه اي جي كامله نوريها لكم. انا شريت له هذا اللبسه وعمو ثاني قال دوك نجيب له شورت وتريكو فما بغيتش نعاود نشيلو لبسه واحده اخرى شورت يعني جين ومع تريكو. فانا اول حاجه جبت له هذه جايه على شكل كوستيمه مع هذا التريكو ومعها لافيس تاع الجين مي ما نلبسلوش ما نضرش نلبسو لافيس باسكو اصلا سخانه كما قلت لكم هي جايه خفيفه ماشي من هذاك ثقيل ولا جاية خفيفة. المهم هذا هو السروال جاي هكذا معها هذا التريكو هذه هي اللي عجبتني انايا. المشكلة تاعها فقط اني لقيت شوية تريكو بال كيما كتشوفوا بليمونش مي جاي خفيف ماشي من هذوك نحطها لكم لي ونوري لكم باش تبين لكم ليك. وجبت له هذا الباسكيت مزيت له البيجامة قلت لكم وثاني قالوا نشريو له شورت وتريكو فما بغيتش نزيد نجيب له لبسه واحده اخرى كنت حابه نلبس له واحده اليوم الاول واحده اليوم الدوزيام شورت وتريكو. جبت له هذا الباسكيت شوف جاي ستيل تاعها هايل ما عرفتش اسكو تبان لكم مليح في الضوء ولا لا لا مي جايه تشبه للتريكو شتوها فيها نفس لاكولي دوك نحطها لكم البنات ونوريها لكم تجي مليح شوف اي هنا البنت هذه هي تاع عمر نوريكم هذه هي البنت تاع عمر مزيت له بيجامه لازم هنا نشيو لهم بيجامات تاع واسمو يوم الوقفه كما يقولوا هما. ثاني حاجه بالنسبه للجوري انا جوري هذو اللي جبتهم نهار المره اللي فاتت جبت لها هذا الشيميز وعندها شورت ثاني وحده اخرى شوفوا عندها جبت لها هذا الشيميز هذه اللي كنت اصلا جبتها من هي شوف هذا الشيميز جايه في البيضاء وعندها معها هذا السروال ها يعني عندها شحال من لبسه هي عندها ثاني هذا الشورت مي بالك لبس لها الشيميز والسروال الشميز والسروال خير. اللبسه اللي زدت شريتها لا زدت شريتها البنات هاد لاغوب هذه هي اللي زدت شريتها لها هذه بالك لبسها لها ثاني يوم العيد ولا على جل على حسب قلت لكم على حسب الجو لازمنا هنا حوايج خفيف ماشي زعما نروح نزوق بنتي نشري لها نقول لكم حاجه هكذا من بعد ما تلبسها ما والو مع الجو اللي هنايا ما تلبسها مع والو اصلا شوفوا الدنيا راهي تكوت وسقسيت على سروال برك ما كنتش نشري لها سروال من الاول مديسيدي نشي لا غوب بصح شخصيت على سروال فقط قدها هي عباكم شحال يدير بدراهمنا 450 يعني كلش طالع كلش طالع. مهم بالنسبه لا غوب البنات انا جبت لها هذه جيتها تهبل وخرجت على وجهها جيت هكا روعه روعه قصت لها كامل لي كولير هذيك الحمراء ما جاتهاش مليحه كامل شوفوا هذيك شغل نورت لها وجهها جيت روعه فيها وجبت لها هذا الباسكيت هي ثاني جبت لها باسكيت مغيرتش نجيب لها سانديلا ولا باسكو باسكيت خير تحتاجها واش نقولكم وزيد دير الضوء دوك هي وخوها خوها ما لقيتلوش حاجه زعما قلت باش ما يغيروش من بعضهم كيما لقيتلوش كنت خلي قلت له نجيب لك هذا خرجت معايا قلت له نجيب لك هذا شوف ملي قال لي نحوس لي فيها الضوء قلت له هذا خير خير ملي تشعل الضوء قال لي ماشي يا ماما هاتي ولا هي قلت لكم جبت لها هذه باسكت جايه في الابيض تخرج لها على لبسته دوك نحطهم لكم هكذا باش يبانوا لكم ملي. المهم هذو هما بالنسبه للبسات عباكم المسحرات راه قدام الدار استنيتو حتى نحبس باش نقدر تنجي نصور كيما راكم تشوفوا هذه هي لاغوب اللي مشيت عليها هذه دي القماش هي اللي قلت لكم عندها بالنسبه للشميز شوف الشميز جايه هايله وهذا السروال ها شوفوا كيفاه جاي هذه هي الباسكيت تاع البنات وهذه هي بالنسبه للبسه تاع عمر ها جبت له ثاني الباسكيت تشبه
تريكو. عجبتني، جايه كيوت وتهبل. وهذا هو السروال وهذيك لافيست كيما قلت لكم. المهم هذه هي اللبسه تاعهم، مازالوا غير البيجامات باذن الله. قلت لكم غير غدوه ولا نخرج نشريهم. المهم ان شاء الله يكون عجبكم فيديو تاع اليوم، وشكرا لكم بزاف على الدعم تاعكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامه.